جرائم عدة شهدها الشعب العراقي، لا سيما فيما يتعلق بالفترة المظلمة التي شهدت دخول تنظيم داعش عدد من مناطق البلاد. لكن ما هو مؤكد أن ما سال في تلك الجرائم هو دم عراقي. جريمة سبايكر والتي اتفقت المنظمات الدولية على أنها جريمة حرب كان قد ارتكبها عناصر تنظيم داعش في 12 حزيران عام 2014. هذه الجريمة ارتكبت ضد طلاب القاعدة الجوية في تكريت مركز محافظة صلاح الدين. أعدم خلال تلك الجريمة 1700 منتسب من الفرقة 18 في الجيش العراقي. من بين الجرائم الأخرى التي شهدتها تلك الفترة وتحديداً في حزيران من عام 2016 إذ ارتكبت جرائم أخرى، جرائم خطف على أيدي مسلحين خلال معارك تحرير الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، وذلك في عام 2016. أبرز عمليات الخطف حصلت في الصقلاوية والرزازة وتمثلت باختطاف أكثر من 1300 شخص من بينهم رجال وصبيان اختطفوا من ذويهم بعدما فرقوهم عن النساء بحجة التدقيق الأمني. لعل أبرز وأخطر من ذلك أن العراق أحد أكثر دول العالم التي شهدت تغيب وفقدان مواطنين وفق منظمة الصليب الأحمر الدولية، إذ تصل أعداد المغيبين خلال الفترة من 2014 إلى 2020 إلى 250 ألف مغيب. المختطفون والمغيبون يتوزعون على النحو التالي: من الموصل 8000 مغيب، ومن الدور 15000 مغيب، ومن الأنبار 3000، ومن ديالى 2000 مغيب. أما المختطفون والمغيبون فإن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية في مؤسسات الدولة فاقم الموضوع بشكل كبير حولهم. هذه البيانات التي من المفترض أن تكون موجودة في مؤسسات الدولة قد فاقمت كما قلنا الأزمة بشكل أكبر.